صعب اعبر عن سعادتي بالحوار مع استاذ استاذنا بشير الديك لان الموضوع معدي مرحله السعاده الموضوع اصبح انه التحاور مع قامه زي الاستاذ بشير هي بمثابه يعني اسراء لحاله الوعي اسراء للوعي اللي احنا محتاجين انه يكون موجود في مجتمعنا لما تواصلت مع الاستاذ بشير قال لي انا تكلمت كتير مش عايزه اتكلم تاني لقيتني بقول له بسرعه من غير ما افكر ما يا استاذنا لو لو مش انت اللي هتتكلم مين اللي هيتكلم هو لازم تتكلم لانه احنا بنعيش واقع بقى فيه تغيرات كثيره جدا محتاجه مبدع زي استاذ بشير يكون معانا مساء الخير يا استاذ بشير يا اهلا مساء النور وشكرا على هذا التقديم استاذنا ده اقل من من قيمتك وقامتك يعني أه أنا احترت جدا أبتدي منين يعني أنا عايزة أناقش كتير من أفلامك وعايزة أناقش إبداعك وأفكارك ووجهة نظرك في الحياة وعايزة أناقش شؤون المجتمع والحياة يعني لكن أنا لقيت أن أنا في حاجة محيراني من زمان وحاسة أن دي لازم أول حاجة هتكلم فيها مع حضرتك انا كشخص كده في عملين في تاريخ السينما لما بتفرج عليهم للمرة الثانية والثالثة والعشرة والعشرين لازم اعمل استعدادات خاصة لاني بتحط في حالة ببقى مش عارفة اخرج منها العملين دول هما الحرام للاستاذ يوسف ادريس وسواق الاتوبيس للاستاذ بشير الديك ازاي بتقدر تخلي اللي بيتفرج على فيلم سواق الاتوبيس لو شافه عشر مرات يبقى بنفس حاله الضغط والمشاركه اللي بيعيشها وهو بيشوف الفيلم <applause> هو سؤال صعب جدا يا شهير سؤال صعب فعلا لكن هحاول هحاول اقول في الفيلم ده انا كنت صادق قوي مع نفسي دخلت جوه نفسي قوي وجوه عالمي قوي اللي هو عالم طفولتي وعالم حياتي عالم عالم دمياط يعني اللي انا أنتمي إليها يعني. وحاولت أربط أجعل إن إن أتكلم عن الورشة بس الورشة بتاعت المعلم سلطان أبو العلا. خلي بالك اسم سلطان أبو العلا، المعلم سلطان أبو العلا. اللي هو الأب أبو نور الشريف. هو وأيضاً على الورشة اللي تبقى مصر. مم. بديل لمصر يعني او معبره عن مصر يعني وهذه الورشه تتعرض لانهيار ولانها هتتباع في المزايد فمين اللي ينقذها اللي ينقذها حسن ابنه وزمايله اللي كانوا في حرب 73 وعدوا القنال وهم اللي انقذوا الورشه في الاخر <applause> بس كانت النتيجه ان الاب مات عشان كده كنت بحب هذا العالم جدا يعني داخل جواه قوي وبحبه قوي يعني <applause> طب استاذنا يعني فيلم موعد على العشاء وفيلم ضد الحكومه عباره عن خبر في جريده ومقال ايه اللي استفز المبدع والكاتب في خبر او في مقال انه ممكن يعمل منه عالم بشخوص من لحم ودم نعيش معاها لهذه الدرجه ما هو ده هو ده الفن يعني في الفن بيبقى في ثمة فكرة آه والفكرة بتيجي في ذهن المبدع وبيحاول ينميها من الداخل. <applause> فاللي حصل في موعد على العشاء دي حادثة كانت منشورة في في المجلة وقريتها جابها لي محمد خان الله يرحمه عن واحدة قتلت جوزها بالسم. وعزمته على السم واكلته. <applause> ف... فطب انا سالت نفسي ليه؟ <applause> يعني ايه الجبروت ده؟ يعني ليه تعمل كده يعني؟ بس وبدات احسس على الواقع بتاعنا <تصفيق> <تصفيق> قدر الامكان و... و... واعمل منه حدوته اجتماعيه ممكن تبقى عاطفيه كمان وكان موعد على العشاء وضد و الحكومه كان مجرد مقاله كتبها الاستاذ وجيه ابو <applause> زكري يعني دي مقاله يعني ايه اللي اللي فيها ممكن لا هو سلسله مقالات آه سلسله مقالات عن آه المحامين بتوع التعويضات وهو كان بيهجوهم يعني هم ناس وحشين قوي وكده يعني كويس بالمصادفه ايامها كان في حادثه بتاعت أتوبيس كان جاي من الإسماعيلية والقطر ده كسره و... وراح فيها أكثر من 20 طفل. <applause> ف... فأنا كمثل كل ال... الناس اتفزعت <applause> إلى هذا الحد بن... بنضيع المستقبل، إلى هذا الحد بنضيع ولادنا. <applause> يعني إيه؟ يعني أقول لك أصل بتاع المهر بتاع المزلقان كان غلطان. <applause> وبتاع بتاع القطر مش عارف كان ماله. القضيه مش كده من وجهه نظري. <applause> القضيه هي قضيه اهمال رهيب واستهانه هائله بارواح الناس. وهو ده يمكن اللي خلى خاصه المستقبل يعني. هو ده يمكن اللي خلى بقى حضرتك يعني انا مش عارفه ايه الجراءه اللي جات لك وقتها انه تستدعي الحكومة كاملة قدام المحكمة يعني هل ده هل هل دي جرأتك يعني المعتادة دي أول مرة يمكن في عمل فني يحصل فكرة إنه الحكومة يتم استدعائها قدام المحكمة؟ صحيح ده حقيقي وبعدين لما أنا كتبت كده بقى كلهم الناس كلها مندهشة اللي يقرأ السيناريو واللي هيمثل فيه واللي هيخرجه واللي هيمشي يا بشير أنت طالب الحكومة لهم اه وبعدين ازاي ومش ازاي وكده كل ده غزي غزيت بيه الموقف الرئيسي بتاع المحامي بتاع احمد زكي اللي بيطلب اللي بيطلب الحكومه كامله تمثل امام القضاء <applause> الذي يمثل الشعب بالدرجه الاولى والضمير لكي تحاسب تقول لنا ليه الاهمال ده طبعا على, على ذكر ضد الحكومه يا استاذنا هو يعني فعلا وجهه نظرك ان كلنا فاسدون لا 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 نستثني احد يعني نفس الانسانيه يشوبها سواء بالمشاركه او بالسكوت شيء من الفساد دي طبيعه يعني لا هقول لك في فترة السبعينات كادت مصر ان تباع مم. كل فئه فيها فيها توقف وبقى محل للبيع والشراء والانفتاح السبهلالي وكل هذا الذي حدث كنا شركاء فيه حتى لو بالصمت يعني انا صمت لم اتمرد لم ارفض لم اخرج للرفض واخد بالك انا بشوف بلدي بتتباع وبتتمزع وانا واقف اتفرج اقصى حاجه اقول ايه في ده وحشين قوي مش حاجه اسمها كده عشان كده قلت كلنا فاسدون حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة آه أه وعش وعشان كده يمكن لما أه ابو بكر عزت في الفيلم قال له انت فاكر نفسك مصطفى كامل انت <تص> انت, <تص> انت فاكر نفسك في امريكا قال له مصطفى كامل مصري مش امريكي يعني طيب بالظبط برافو عليك كان في حلم وهم ورؤيه ومشروع وتجارب فيها مغامره مشتركه دائما ما بين استاذ بشير الديك وعاطف الطيب ومحمد خان وكمان نادر جلال ورحله عمر طويله صحيح كان فيها صحيح. ابداعات مختلفه ايه اللي كان بيجمعكم وايه المشترك وايه الحلم وازاي قدرتوا تصغوه في مجموعه الاعمال البديعه اللي ظهرت على الشاشه أه احنا كنا بنش عاوزين نعمل سينما مختلفة. يعني نخرج عن النمط السائد. يعني النمط السينمائي الذي أصبح سائدا على كل المستويات يعني بقت كل كله محفوظ يعني. فما صدقنا الا بعض. من ثم يعني... اشتغلنا مع بعض فعلا وكان انتاجنا آآ... ليس له شبيه يعني ما فيش شبيه لن تجدي لن تجد الشبيه للحريف مثلا اه طبعا مثلا يعني لن تجد الشبيه ضد الحكومه خلف خلف الله المحامي الغريب ده يعني فيمكن ده السبب يعني يمكن علشان كان الـ 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 كان في قضيه او كان في هم او يمكن علشان الاعمال حقيقيه قوي يعني حقيقيه قوي داخله جوه المجتمع قوي صحيح صحيح يعني هو بالظبط اللي بيقولوا المحامي انا انا ابن فتره الستينات ابتسمت ابتسمتها وشفت نكدها وعملت طبعاً كل الحاجات وشلت همها واتباعت البلد قدامي وانا واقف غصب عني <applause> فليس اكثر من انا ليس اقل ليس اقل من اني ارفض واصرخ واقول يا جماعه ثمه مستقبل هنا اريد ان احميه علينا ان نحافظ عليه آه. طيب صحيح صحيح لما رحل المخرج الكبير عاطف طيب والمخرج الكبير محمد خان والمخرج الكبير نادر جلال فقدت شغفك الى حد كبير بالكتابه وقلت ان المناخ السينمائي اه اتغير ما بقاش زي ما هو اه عايزه اعرف منك هو اتغير ليه وازاي هو هو محمد خان وعاطف رحل قبل اه طبعا انا قصدي ان الشغف انتهى دلوقتي. مع أوه. يعني مع رحيل الصحبه اللي كانوا يعني بتشاركهم كتير من اعمالك صحيح صحيح بالظبط بعد كده هو حصل تغير في الواقع في الواقع في المجتمع وفي الواقع الاجتماعي وبدات الراسماليه تاخد شكل قاسي لحد كبير جدا بيعتمد على الاعلانات بشكل اساسي في كل حته في اعلان في اعلان في اعلان, إعلان. خلاص فده بقت سمه المجتمع ومن ثم انا ده بيزعجني بخاف منه يعني ما بحبوش يمكن علشان كده بحس في كتير من أعمال حضرتك أنه البطل شخص مضغوط في عالم يعني بيعصره صحيح. للدرجة أن إحنا نبقى قاعدين حاسين زي ما يكون عايزين نزق بأيدينا العالم ده علشان يقدر يخرج ويتنفس صحيح صحيح مية المية يعني ده بالظبط وقال عشان, عشان يبقى ما ما هو شخصية حساسة يعني أنت لما تجيب بطل فيلم يبقى بطيئة قادرة على ان تشعر. مم. ومن ثم الضغوط تكبسها قوي 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 فتدفعها لانها لل... لل... يا تموت يا ترتكب اثام ما كانتش متوقعاها يعني. وعندنا موعد على العشاء خير مثال طبعًا. على ذلك. طبعا طبعا شخصيه ساوت دي شخصيه, شخصية لا تفعل شيء يعني آه. اه. اه بالضبط. ف... فتصل الحمد الى القتل يعني. الحمد طب الحمد أستاذنا الله. بقى في آه كتير صحيح. في كتير من جمهورنا ما يعرفش حقيقة قصة فيلم الهروب يعني فيلم الهروب واحد من أهم افلام آه. السينما <applause> و و والفيلم آه. آه مش عليه اسم حضرتك طبعا عليه اسم الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى محرم آه لكن النسخه اللي احنا شفناها من هذا الفيلم السيناريو اللي اتقدم في هذا آه. الفيلم هو شغل بشير الديك ممكن تحكي لنا القصة دي آه. هو دي برضو هذه القصه ممكن تعكس تركيبتي انا الشخصيه و... و وعلى فكره دي دي الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها في حياتي دي فعلا ندمت عليها لكن هقولك الحكايه الحكايه اساسا انه انا وعاطف الطيب الله يرحمه كان بيوريني الحاجات اللي هيكتبها عشان اقول له رايي ونتناقش وكده فانا قلت رايي وقعدت اقوله بتاع فقال لي بص يا باشا عشان خاطري اشتغل قلت له ما اقدرش اشتغل لما نستاذن مصطفى نستاذن مصطفى مصطفى ده استاذي وانا دخلت السينما على ايديه م -م. يعني اول فيلم عملته في حياتي كان أه هو كاتب السيناريو وانا كاتب القصه والحوار م -م. وبعدين فقال لي طيب هنشوف بس احنا مستعجلين وبتاع هو مسافر دلوقتي لما يجي وكان معاه المنتج مدحت الشريف فقال له لما يجي هنكلمه ومن ثم كنت انا شفت السكه بقى يعني سكه الشخصيه اللي كان اصلا ويليام زخاري كان اسمه ويليام زخاري واول واحد اول مره واحد يضرب نار في 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 المحكمه <applause> واخد بالك فالمهم بقى ايه؟ لقيتني بنكت الموجود وبعمله فروم A تو <applause> يعني كان حاضر في ذهني حاجات كثيره قوي منها مثلا سعيد مهران بتاع لص محفوظ <applause> بتاع لص والكلاب وعملت له تحيه في الفيلم مشهد زيه يعني زي, <applause> <applause> زي مشاهده يعني فلما خلصت من السيناريو لقيتهم ما كلموش مصطفى يا جماعه كلمت مصطفى قالوا لا يا خلاص بقى عاطف قال لي ما انا خلاص يا باشا مش انا بقى ايه من حقي احط اسمين على السيناريو اسمين م. للسيناريو وعلى الفيلم م. فانا انفعلت قوي وده يبين لك قد ايه انا شخص عليا <applause> انفعلت قوي واقسمت قسم غليظ ان اسمي ما هيتحط على الفيلم هو هو يعني وبكى وبكى عطف الطيب فعلا قال لي من حقي قلت له مش من حقك لازم يكون بمزاجي انا برايي انا ده نبل اخلاق عطف. من حضرتك اكثر هو تركيبه يعني تركيبه برضه انفعاليه وهكذا يعني طب يعني بس انا بس قلت له احنا هنتقابل بعد كده خلاص آه. طيب انا يعني علشان عندي افلام كتير ومسلسلات وعندي محاور كتيره بس انا مش هقدر اقف يعني اعدي فيلم الحريف اللي كان نموذج مختلف يعني اول سيناريو نشوفه بهذا <applause> الشكل في, في السينما يعني ما كانش النوع ده من صحيح. ال الاعمال مطروحه يعني جالك الفكره دي ازاي انه اشتغل بالشكل ده اعمل فيلم آه. عامل كده اقول لك حاجه هو ده واحد من اهم افلام يعني اخذت فيه جائزه آه كبيرة قوي بالنسبة للسيناريو لأنه سيناريو لا يعتمد على القصة لا يعتمد على حدوتة تقليدية ولا فيها شخصيات تقليدية يعني شخصية الحريف نفسه مش تقليدي أبدا أبوه مرات أبوه مراته يعني هو عالم كله غير غير تقليدي بيعتمد بشكل اساسي على التفاصيل الصغيره مش على الحدوته الضخمه يعني وبيصبوا في نفس المجرى الفكري اللي انا بفكر فيه طول الوقت مم. انه في فتره السبعينات كنا هنتباع مم. والمشهد اللي في اخر مشهد في عادل امام هيسيب الكوره واروح اشتغل في في, في تهريب العربيات مه. ابنه بيقول له هو ده حقيقي انت مش هتلعب تاني مه. مه. قال له زمن اللعب راح يا بطل زمن اللعب راح زمن المتعه و... زمن راح. المتعه راح. هي دي رسائل يعني اللعبه بالنسبه لفارس هي هو المتعه لعب الكوره هو المتعه الحقيقيه يعني. طيب عايزه اتنقل مع حضرتك للدراما التلفزيونيه يعني طبعا انا الاعمال كتيره قوي بس في حاجات مش هقدر ما اقفش عندها يعني مثلا هقف عند الناس في كفر عسكر هسال حضرتك سؤال محدد يعني هل ايه المساحه المساحه ما بين مؤلف العمل وكاتب السيناريو والحوار ما هو المشترك وما هو الغير مشترك يعني الى حد فين ممكن كاتب السيناريو والحوار يغير في فيما قدمه المؤلف يعني. هو من حقه انه يعمل عالمه هو يعني كاتب كاتب الروايه بيقدم عالمه كاتب السيناريو المبدع لابد ان يقدم عمله عالمه ايضا عالمه ايضا وهذا العالم اللي هو مستوحى من عالم الـ 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 الروايه يعني انا بعمل روايه لان حبيتها. <applause> أنا حبيت الرواية، حبيت فيها إيه؟ حبيت الشخصيات، حبيت كذا، حبيت كذا، وقررت إن أنا أحولها لفيلم. هنا بيطلع بقى الشخصية اللي جوايا أنا، و و و وتعيد تشكيل ذلك العالم كله. حسب منطلقاتي أنا شخصيًا. ورائدنا في هذه الحكاية أستاذنا العظيم نجيب محفوظ. عندما يبقى نجيب محفوظ الروايات بتاعته تتعمل سينما ويسالوه ازاي خرجوا عن النصوص وبتاع فيقول لهم انا لا الناس هم ده حقهم ده حق كاتب السيناريو والمخرج ومن يريد ان يقرا نجيب محفوظ فعليه ان يذهب الى المكتبه ويجيب الكتاب بتاعه ويقراه نجيب محفوظ موجود في ال في ال لكن احنا استوحينا عملنا من من المؤلف الروائي مم. يعني. فانا بالنسبه لكفر عسكر ما هي روايه طويله شويه وفيها شخصيات كثيره وهي صراع على الارض. مم. على الارض الزراعيه بين قريتين بين لا سوري بين عائلتين. عائلتين عائلتين جوه القريه. اه. فانا اللي حصل انه أنا جت في ف... لمحت في دماغي حاجة ليه ما يبقاش ده إسرائيل ومصر؟ مم. أو إسرائيل والوطن العربي؟ مم. الحق لأن دول الناس بييجوا ياخدوا الأرض وبي... وهكذا واشتغلت على هذا الأساس من أول لحظة على إنه ما يبقاش ده باين آه طبعًا مفيش مباشرة خالص مفيش مباشرة خالص مفيش مباشرة واخد بالك ولكن في الاخر خالص بوصل للحل اللي انا عاوز اقوله امم اقول له بقول لها انت عمرك ما هتبقي جزء من العالم ده مم. انت عمركم ما هتبقوا جزء من هذا العالم امم في المشهد اللي كانت راحت تشتري فيه الارض المهم والفيلم عجب الناس قوي مم. وبعدين ايه عملوا لنا بتاع ندوه في التلفزيون انا انا وحسن الشاي اظن ولا مين مش فاكر و وهنتكلم على على المسلسل مسلسل. آه؟ على المسلسل اه ف قلت انا ده يعني ده اسرائيل ومصر مم. وعرب للمذيعه <applause> فقالت لي لا يا استاذ والنبي الله يخليك بلاش قلت لها اوكي يبقى هنقول ايه دي دي, دي, دي عائلتين متخانقين مع بعض مم. على الارض يعني مم. طيب استاذ, أستاذ... خلصنا الكلام وراح متصل جالنا اتصال من باريس اها والله العظيم وقال يا جماعه انا بشكر التلفزيون المصري انه قدم القضيه العربيه بهذا الشكل البليغ مم. والضد العرب ضد في اسرائيل قلت ايه بقى طيب استاذنا انا هستاذنك بس هو هستاذنك في فاصل صغير وهنستكمل تاني بقى عن الدراما التلفزيونيه ثم عن يعني عندي اسئله كتير تخص الاستاذ بشير شخصيا يعني فاصل قصير ونرجع نستكمل